منتابع معكم مشاهدينا، منوصل مع آخر لقاء حتى نستقبل معنا المحامية جمانة سليلاتي منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة، ونحكي أكثر عن النشاطات يلي عم بتقوم فيها اللجنة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذة سليلاتي. بونجور، صباح الخير باسكال، إلي كل المشاهدين. ثانك يو. نشاطات كثيرة عم بتقوموا فيها، وأكيد حتى هلا يعني ما بعرف إذا ارتحتنا شوي من هيك قصة الكوفيد، خبرينا بشكل عام هالنشاطات يلي عم بتقوموا فيها وكيف عم بتنسقوا مع الانتشار، وشو عندكم نشاطات جديدة؟ أول شيء نحن كلجنة مرأة بالتيار الوطني الحر، مع بالرغم من كل ظروف كورونا اللي قطعنا فيها، وقفنا نشاطاتنا إيمانا منا أنه عطول بالتعاون والتضامن فيما بيننا نقدر نساعد بعضنا، خاصة بهالظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها واللي قلنا مبلشة من 2019. فشكر كبير أكيد عطول بحب وجهه أنا لكل التيار اللي بيوقف عطول معنا وبيسندنا، وبالأخص لقطاع الانتشار. في عنا مسؤولة المرأة بقطاع الانتشار جوال، كمان كانت حابة تكون معنا اليوم. عم بيكون عطول في تواصل نحن وياهم لنشوف شو بحاجة نحن بلبنان لنساعد الناس. فلقينا انه بطبيعة الحال هلا الهم الأساسي وهم كل الناس، لا فيك تقولي لهم هلا سياسة وانتخابات، ولا فيك تقولي لهم بدنا نشتغل هيك، فابتعينا انه نعمل شيء لنساعد الناس. المرأة في عنا بارتي كتير من النساء حتى من الرجال بعض بيشتغلوا بالإنتاج، إنتاج المونة، إنتاج يمكن مواد حرفية. فدوك حبينا، وكان عنا تجربة قبل بأدار عملنا معرض بالرغم من كورونا، ما بعرف إذا هلا رح يبين شيء معنا على البرزنتيشن أو شيء. عملنا معرض بأدار، لقينا إنه بالرغم من كورونا كان في إقبال، وفي كتير ناس بعدها عم تتكل على حالها وعلى إنتاجها. ويمكن إذا هلأ بلبنان نرجع نتكل على إنتاجنا ونرجع نتكل على حالنا، نقدر نقوم من نحن المحنة اللي نحن فيها. فكرمال هيك اليوم أنا بالذات عم واجه نداء لكل الناس، وحطيتها عندي عونية وغير عونية. نحن هلأ عم نشتغل إنسان، عم نشتغل عن جد حقوق إنسان، وعم نشتغل هموم إنسان. فكل الناس اللي بتحب مثلا تشتري مونة، تساعد ناس غيرها، في معرض رح يكون ب 25 26 و27 حزيران بمركزية التيار. كنا حابين نعمله بغير المركزية، بس كمان بتعرفي القدرات المادية ما بتسمح لنا، فكرمال هيك عملناه بالمركزية. إن شاء الله إنه المعرض الثاني والمعرض اللي بعده رح يكون كمان بغير أماكن، هيك لنسمح لشريحة كبيرة من الناس. أنا بعرف يمكن في ناس ما بحبونا، وبفتكر هلا في ناس كتير عم نتعرض كتير كان لشائعات ولا لا بالسياسة، فنحن هون أنا بقول لهم نحن هلا ما عم نشتغل سياسة، بتمنى يشيلوا السياسة على جنب ونشتغل تضامن وإنسان، نساعد قد ما فينا بعضنا. فهذا المعرض بتمنى يكون في حضور من الكل، وبدعين يكونوا موجودين معنا ويشاركونا وقد ما فيهم يساعدوا النساء والرجال اللي هن مقدمين منتجاتهم بهذا المعرض. بشكل عام شو رح يكون في بالمعرض؟ المنتجات، المناطق يلي عم بتشارك، قد ايه المرأة عم تندعم من خلال نشاطاتكم؟ وهو اكيد اساس بهالوضع والظرف الصعب انه نكون مثل ما ذكرتي عم نتساعد، ونكون عم نساعد الاشخاص يلي ما عندهم شغل على القليل يصرفوا هالانتاج. نحن على صعيد التيار بتعرفي بكل لبنان في عنا بالأقضية مسؤولات مرأة بكل قضاء، وبالتالي تم التواصل معهم وطلبنا منهم أن يعمموا هيدا المعرض ويشوفوا مين في نساء بتقدر تشارك. صراحة في عنا من عكار، في عنا إن شاء الله ما أنسى حدا من عكار، في من شمال رح سمي هيك بالمحافظات أحسن، من شمال في عنا ناس مشاركين، من جنوب، من زحلة، من البقاع، بعلبك، بيروت، في بعبدة، شوف، علي، يعني كل المناطق. بليز ما حدا يقول انه نسيت شيء، فكل عن جد بكل لبنان في عنا ناس مشاركين. عنا 60 مشترك مشتركة بهيدا المعرض، وفي عنا كمان مفاجآت رح تكون خلال هالمعرض محضرين لهم اياها، قصص هيك بتضيعة وبتذكرنا بإنتاجنا وبضيعتنا وبتراث لبنان كمان، وبالتالي هذا الشيء بخلينا نتشبث أكثر بأرضنا، إنه نحن باقيين هون بالرغم من كل شيء، بنقدر نحن نساعد بعضنا وندعم بعضنا، ورح يرجع يوقف لبنان على إجريه. إن شاء الله يا رب الأسعار طبيعية، لأنه هلا يعني إذا بيروح الواحد على السوبر ماركت بس بقضية عم بيصوفر، يعني بمرن صوته، فبعتقد كمان أخذين هالشيء بعين الاعتبار. أكيد هلا نحن طلبنا منهم قد ما فينا يكونوا الأسعار نسبة للنوعية، في عندك النوعية أكيد بدها تكون نوعية منيحة، ما فينا نروح نبيع منتج لحدا يقول بعدين ما انه نوعيته منيحة، فنسبة للنوعية رح يكون السعر أكيد مدروس، وأكيد أرخص من السوبر ماركت أو من أي شيء
التجارة هذا. وهلأ بس تجوا تزورونا وتجربوا وتذوقوا كمان رح تشوفوا. ودي أرجع عدلك أنه الانتشار كمان مساهم معنا بيت الكياس، يمكن مقدمين لنا كم شغلة، وكمان مقدمين كتير مساعدين الانتشار على طول، بضلوا مساعدين. كمان بدي واجه شكر لمنسقك تاع الانتشار عبرك هون اللي حنا، ولكل كل القارات بالانتشار، ما بدي اسمي تما انسى حدا، فعلا هن حاسين قديش نحن بلبنان بحاجه لمساعده، فما عم بيقصروا ابدا، كان من اول السنه وكان هلا ولبعدين. تحيه دائما كثير كبيره للانتشار، وجوال كمان مثل ما ذكرتي عم تشتغل كثير، ل يعني عم بتنسقوا سوا اكيد بموضوع كل شيء خصو بالمراه. هون بدي احكي كمان الانتشار بحد ذاته قديه حاسس باللي عم بيصير، وقديه دايما هن قد ما فيهم يكونوا عم بيقدموا ودايما جاهزين حتى شو ما كان في مشاكل يكونوا داعمين بلدهم ويكونوا حدنا. فالنشاطات بشكل عام شو عم بتحضروا، وقديه بتضلكم عم بتحضروا سوا، وقديه هيك عم تقدروا قد ما فينا نساعد لبنان؟ رح اعطيك بريفينج صغير عن اللي صار. نحن ب 2019 وقت بلشت الثوره حقيقة بلشنا نغير خطة عملنا، اللي هي كانت أكيد بطبيعة الحال من خطة عملنا زيادة النساء، وصول النساء لمواقع القرار، وهذا بعدنا عم نشتغله باراليل لمعرض المونة. يعني هلأ في عنا انتخابات، أكيد في ناس كتير رح تكون مرشحة نساء، وحتى من ضمن التيار صار في عنا صرنا تقريبا 37% نساء كمن مجمل عدد المنتسبين. وبمواقع القرار يعني عم نسعى أنه نكون كمان بال 30%، وهيدا ما يسمى بالكوتا الطوعية. يعني نحن ديجا عنا اياها هالكوتا بالتيار، وعم نسعى لتكون اكثر، معنا تقريبا مجال لسايكات فرسان ما بيخلونا اكثر. فدونك هيدا من كان من خطه العمل، ورجعنا بعدين مع بدايه الثوره صرنا نتجه اكثر لمواضيع الانسانيه اكثر، يعني بلوتو صرنا عم نشتغل كجمعيات اكثر ما هو كحزب سياسي، واكيد بالتعاون مع قطاع الانتشار. كان كمان دكتور مارك زبال قبل قليل كنا بلشنا، اجينا كثير مساعدات قرطاسيه، قدموا لنا تقريبا شي 1000 قرطاسية قدرنا ساعدنا فيهم، حتى وصلنا حصص غذائية من الانتشار. يعني كتير في دعم من الخارج، مش بس لنا كمركزيا، نحن مركزيا منوزعهم على الأقضية، ما بيوصلنا شي لنا، وكمان ليكون الكل وصل له بالتساوي عم بيكون كل الأقضية عم تاخذ حقها. كرمال هيك على طول بنطلب اي دعم يكون عبر المركزيه، بس لحتى كل الاقضيه تاخذ حقوقها، مش لانه بالمركزيه لحتى انه نحن لازم يعني بفهم انه في ناس عم بيقولوا انه ليه عبر المركزيه، لا، لحتى يكون في تنظيم. وانت بتعرفي اذا كل قضاء بده يحكي لحاله مع الانتشار ما بقعد فدنا بتنظيمه هيك. فدونك هيدا كمان حبيت وقتها. رح اترك لك المجال ترجعي تدعي الكل والديت والتوقيت، واكيد يكونوا عم بيرافقوكم بالمجال. اوكي، اول شيء بدي اقول لك ميرسي لاستضافتكم على طول، نضلكم تستقبلينا. نحن المعرض رح يكون ب 25 26 27 حزيران من الساعة 3:30 للساعة من الساعة 3:30 للستة، وبمركزية التيار بسنتر ميرنا الشلوحي سن الفيل. بحب عن جد ادعي الجميع، برجع بعيد عونية وغير عونية، لأنه بتضامننا ووقوفنا حد بعضنا بنقدر نساعد بعضنا ونقدر نتخطى هذه المحنة اللي عم نقطع فيها. يعطيك ألف عافية، ميرسي لإلك. مشاهدينا نحن لهون منكون وصلنا لختام برنامج يوم جديد، بكرة بتمام الساعة 8:30 رح تطل عليكم ماي مع لقاءات عديدة. أنا بشوفكم نهار التنين وبقولكم بون ويك أند، باي باي.